السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم توقعاتنا ليوم الاثنين 29 كانون الثاني يناير. القمر اليوم موجود في برج العذراء ورح يضل موجود في برج العذراء لغاية صباح يوم الغد الثلاثاء، لينتقل القمر بعديها لبرج الميزان. يعني في نهاية هذا اليوم في عنا خلو مسار. القمر الآن موجود في منزلة العواء وهي منزلة للربح والحرية والزواج، ورح يضل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 5:53 صباحا من صباح اليوم الاثنين، لينتقل القمر بعدها لمنزلة السماك الأعزل وهي منزلة للصلح والدواء والضرر والتصليح. القمر بما أنه موجود في برج العذراء معناته منعود لطبيعتنا الجادة ومنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا من خلال ممارسة التمارين الرياضية أو البدء ببرنامج غذائي بتحافظ. برضو ممكن نبدأ ببرنامج محافظة على وزننا، منذهب للعمل بحيوية، منركز في جميع التفاصيل ومندقق بكل شيء ومنكون منظمين جدا. الناس في هاي الفترة نادراً إنهم ممكن إنهم يقدموا دعم مالي أو عاطفي، لأنه العنصر العملي في حياتنا هو المسيطر أكثر. احذروا من الوهم والوسواس في هاي الفترة، هاي أفضل وقت للتخلص من عادة سيئة كالتدخين أو شرب الكحوليات أو المهدئات أو المخدرات. يمكننا الحصول على حيوان أليف أو قراءة كتاب مفيد أو البدء بعمل جديد وتعزيز العلاقة مع الزملاء في العمل والمراجعات والفحوصات الطبية. بالنسبة للزوايا الفلكية، طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها هي زاوية تثليث إيجابية بين الزهرة وبين المشتري. هاي الزاوية رح تكون ذروتها الساعة 1:02 فجرا بتوقيت غرينتش. بتعزز الجوانب الأخلاقية والذوقية في السلوك، وهذا الشيء ممكن يسهل التعامل مع الآخرين والتفاهم معهم. كمانها بتسهل إقناعهم حتى وإن كانوا بيفتقروا للمرونة في التعامل. كمان هاي الزاوية بتعزز الذائقة الفنية والقيم الجمالية لدى العاملين في المجالات ذات صلة بذلك، يعني الفن والديكور والأشياء وما إلى ذلك. بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المريخ، هاي الزاوية رح تكون الساعة 8:54 صباحا بتوقيت غرينتش. بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر، بتزيد من شجاعتنا وحماسنا، وهذا هو الوقت المناسب للدفاع عن أفكارنا وحقوقنا والقيام بخطوات مهمة. أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين أورانوس، هاي الزاوية رح تكون الساعة 9:51 صباحا بتوقيت غرينتش. بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها. ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك. بتمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلية غير متوقعة، وبتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفزة والسينما وما إلى ذلك والميل لكل ما هو مدهش وغريب. بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين عطارد، هاي الزاوية رح تكون الساعة 11:37 ظهرا بتوقيت غرينتش. بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور، بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة. بتزيد من خيالنا وبتقوي من ذاكرتنا ومنطقنا، وبتمنحنا كفاءات للأعمال التجارية. برضو هاي بتعطينا ثقة بالنفس وبنتألق بفضل سهولة تعبيرنا. أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين نبتون، هاي الزاوية رح تكون الساعة 11:19 مساء بتوقيت غرينتش. تجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع، وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا، وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين. بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار. خلو المسار السلبي رح يبدأ الساعة 11:19 مساء بتوقيت غرينتش مساء اليوم الاثنين، وراح يستمر حتى صباح يوم الثلاثاء الساعة 8:04 صباحا بتوقيت غرينتش، لا ينتقل القمر بعديها لبرج الميزان. هذا بيعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم، مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين، بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار. بالنسبة للزاوية التي تليها، واللي هي الزاوية هاي راح تكون بخلال فترة خلو المسار، هي زاوية تثليث إيجابية راح تكون بين المريخ وبين أورانوس. هاي الزاوية راح تكون الساعة 11:40 مساء بتوقيت غرينتش. طبعا تأثير هاي الزاوية له 3 أيام وراح يستمر 5 أيام قادمة. بنكتسب الشجاعة لاتخاذ قرار حاسم في حياتنا، وبتزيد من إصرارنا وشجاعتنا وميلنا للمجازفة والسرعة. بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم، عندنا البنكرياس والأمعاء الدقيقة، الأعور، القولون، الجهاز الهضمي، ال12 المستقيم، أجهزة الإحساس اللي هي العيون والأذنين. هاي الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية، وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها، ولكن مراجعة طبية أو فحوصات أو أخذ اللازم ما في أي مشكلة، ولكن دون العمليات الجراحية الكبرى. هذا اليوم يصلح بإجراء عمليات جراحية كبرى لباقي أعضاء الجسم دون الأعضاء اللي ذكرناها. مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة، يصلح لإزالة الشعر الزائد، يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ، ولكنه لا يصلح للقص العلاجي. بالنسبة لعمر القمر، عمر القمر انحسار المحدب، عمره 18 يوم في تمام الساعة 6:33 مساء بتوقيت غرينتش، بصير 19 يوم، نسبة الإضاءة 85%. أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم، الشمس في الدلو حتى يوم 19/2 منتحسة بنسبة 10%. القمر في العذراء حتى يوم 30/1 اليوم سعيد بنسبة 70%. عطارد في الجدي حتى يوم 5/2 سعيد الآن بنسبة 10%، في ساعات الصباح سعيد بنسبة 15%. الزهرة في الجدي حتى يوم 16/2 سعيد بنسبة 60%. المريخ في الجدي حتى يوم 13/2 سعيد بنسبة 45%. المشتري في الثور حتى يوم 25/5 سعيد بنسبة 30%. زحل في الحوت حتى يوم 29/6 سعيد بنسبة 15%. أورانوس في الثور حتى يوم 1/9 سعيد بنسبة 15%. ونبتون في الحوت حتى يوم 2/7 سعيد بنسبة 15%. وبلوتو في الدلو حتى يوم 2/5 سعيد بنسبة 15%. وصلنا للتوقعات اليومية. برج الحمل. بالنسبة لمواليد برج الحمل، أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك، وانتبهوا لغذائكم وراحتكم. ممكن تشعروا بالإرهاق بسبب كثرة الأعباء. نظموا عملكم بشكل جيد وما تهملوا الواجبات. حاذروا التبذير، ممكن تعالجوا مسائل مالية أو تجدوا حلول لبعض الفواتير المتوجبة عليكم. برج الثور. بالنسبة لمواليد برج الثور، بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم، وما بيتخلى الحظ المالي والعاطفي عنكم. حاولوا ترتيب الأوضاع اللي تراجعت في الأيام السابقة وصححوا الانطباعات عنكم، واثبت للمشككين طاقتك وقدراتك، وما تستسلم للضغوط قبل تحقيق الإنجازات، عشان هيك بدك تثابر. برج الجوزاء. بالنسبة لمواليد برج الجوزاء، بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم، وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة. هدئ من روعك وتوقف عن التفكير قليلا. ممكن تقلق بشأن أحد أفراد العائلة. أهم شيء إنك ما تختلق المشاكل، وما تخالف الرأي العام، وما تناقش بجفاء بل بليونة تامة على الآخر. برج السرطان. بالنسبة لمواليد برج السرطان بتنشطوا في السفر والاتصالات، وهذا اليوم مناسب لاجتياز امتحان أو مقابلة، وبإمكانكم تعززوا العلاقة مع أخ أو جار. بتكثر التنقلات وحركة التواصل، وهي فترة ممتازة لعقد مؤتمر أو للقيام برحلة، أو مثلا ممكن شوي هيك يكون في نوع من أنواع التواصل العاطفي. بس لا تكثر المطالب، وتجنب اعتماد أسلوب فظ بالتعامل مع الآخرين، وابتعد عن التحديات. برج الأسد. بالنسبة لمواليد برج الأسد طبعا اليوم بيفتح لكم فرصة لمكسب مالي، وهذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي. مع هيك بدكم تكونوا حذرين من النفقات، امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية، وممكن هيك يكون في نوع من أنواع النقاش أو موضوع مالي يطرأ على الساحة. لا تتسرع في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل، ولا تبذر أموالك، وكن عاقل ومتيقظ قبل التوقيع على العقود، وحدد أهدافك. برج العذراء. بالنسبة لمواليد برج العذراء ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمقكم النشاط، بادروا لخطوة جديدة تدعم من مكانتكم الاجتماعية. ممكن تحسم أمورك وتقرر على شيء جديد، وممكن تفرح لانفراج أو لتسوية أو لتطور أمر ما. تلفت نظر الآخرين بأفكارك الخلاقة وسرعة بديهتك، وممكن تنهي مفاوضات لمصلحتك. برج الميزان. بالنسبة لمواليد برج الميزان طبعا هذا اليوم بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم، وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم. وبرضو اليوم ممكن تعيش في دوامة من الكآبة أو الإحباط، حاول تتحمل عبين ما يوصل القمر لعندك. هاي فترة فيها إرهاق وتقاعس، ابتعد عن الأجواء الصاخبة والأماكن المكتظة، وابحث عن الهدوء والسكينة. برج العقرب. بالنسبة لمواليد برج العقرب بوسعكم تعزيز صداقاتكم، منكم أشخاص ممكن يحققوا أمنية بمساعدة صديق، ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة. ممكن يتطلب هذا اليوم منكم خوض تجربة اجتماعية جديدة ومهمة، وتتاح لك الفرصة لغربلة ومعرفة الصديق من العدو. اظهر انفتاح واهتمام بكل التفاصيل. برج القوس. بالنسبة لمواليد برج القوس هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل، واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم، وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة. ممكن تتلقى عرض أو تجد نفسك في موقع مهم، حاول أنك تكون عند حسن الظن بك، وتجنب الانفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية، وحاذر من الحوادث. برج الجدي. بالنسبة لمواليد برج الجدي بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات، لا سيما البعيدة، وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم. ممكن تفرح لانفراج ملموس، بترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتكم، وبتقوموا بخطوات مباركة، بتتلقى إشارة إيجابية، وهي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد العواصف. برج الدلو. بالنسبة لمواليد برج الدلو بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة، والفرصة متاحة لمكسب مالي. مع هيك بدكم تخففوا من النفقات المتصاعدة، واطلب رأي الشريك قبل التمسك بقرارك. ممكن تنشغل بمسائل مالية أو هموم صحية وعائلية، باستطاعتك بحث موضوع قرض أو تمويل. أهم شيء إنك ما تهمل التفاصيل الدقيقة. برج الحوت. بالنسبة لمواليد برج الحوت هذا اليوم يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم، سواء في مجال العمل أو العاطفة، وما بنصح اليوم بالنسبة لإلك لأي مواجهات أو مشاكل ما بينك وبين الشركاء أو ما بين الأزواج، وحاذروا من توجيه كلام جارح أو نابي أو بغير محله لأيا كان. اليوم ممكن تواجه خصم شرس، وتشتد المنافسة بينكم، فعشان هيك حاول انك ما تدخل بالمواجهات وما تخالف القوانين عشان ما تصير انت المدان. هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم، والله أعلم. يا رضا الله ورضا الوالدين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أترككم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.